أخبار اليوم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة سنة جديدة 2016، ويا رب تكون سنة سعيدة علينا كلنا. أهلا بكم معنا في نشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم أحداث الفن والفنانين، وإليكم العناوين. أحمد السقا ومنى زكي يبدأان تصوير من 30 سنة في شوارع وسط البلد. مصطفى شعبان يتزوج من هندية ويثير غيرة الرجال في فيلم جوز هندي. سميرة سعيد تصور كليب ما حصلش حاجة من ألبوم عايز أعيش في سربيا. أحمد آدم في 100 سؤال عمرو واكد مين عشان يقطع الباسبور المصري. أحمد عبد العزيز قيمة درامية والسخرية منه وقاحة فيسبوكية. كانت هذه العناوين وإليكم التفاصيل. الفنان أحمد السقا يبدأ تصوير فيلمه الجديد من 30 سنة بصحبة الفنانة منى زكي بعد غد الأربعاء في شوارع وسط البلد، حيث فضل فريق العمل أن تكون بداية التصوير بالمشاهد الخارجية على أن يتوقف التصوير عقب ذلك اليوم للاحتفال بعيد الكريسماس، وبعد ذلك يستأنف التصوير يوم السبت الموافق 2 من شهر يناير المقبل. بعد غياب 5 سنوات عن السينما يعود الفنان مصطفى شعبان بفيلم جديد يحمل اسم جوز هندي. قصة الفيلم تدور حول شاب اسمه شريف ويجسدها مصطفى شعبان، يسافر إلى الهند ويقع في الحب ويتزوج من امرأة هندية ويعود معها إلى القاهرة. سميرة سعيد تصور كليب أغنية ما حصلش حاجة من ألبومها عايز أعيش في سربيا مع المخرجة اللبنانية إنجي جمال خلال أسابيع، وأن المخرجة اللبنانية تفاضل بين أماكن التصوير، وهناك بعد الانتهاء من المعاينة لبدء تصوير كليب الأغنية من كلمات شادي نور وألحان بلال. أعلق الفنان أحمد إدم على شخصية الفنان عمرو واكد قائلا: عمري ما شفته ولا عرفته ولا عاوز أعرفه ولا بحبه، انت ايه ولا مين عشان تقطع الباسبور المصري؟ وبعدين انا الحمد لله يعني عمري ما شفته ولا عرفته اساسا ولا احب اعرفه. مش عاوز تعرفه حد. مش ده من زمان على فكرة، من قبل والله العظيم ثلاثة، من قبل اي حاجة، ده من زمان. ولت مشاهد الفنان احمد عبد العزيز نجم نجوم الدراما التلفزيونية في نهاية الثمانينيات وفترة التسعينيات لمدة سخرية واستهزاء وتهكم على الفنان الكبير وأداء الدرامي في المسلسلات التي قدمها، وأثرت الوقاحة برواد مستخدمي موقع فيسبوك الذين لا عزيز لهم وليس لهم أي هدف سوى الضحك الرخيص، وتزايد عدد الإعجاب والتعليقات والنشر على ما يتم نشره، إلى تحويل المشاهد الدرامية المؤثرة التي كنا نشاهدها ونتأثر بها إلى مادة سخرية بعد تركيب كلام مختلف من الحوار عليها يتحول لمشهد كوميدي. ومن المؤكد أن الأجيال الجديدة التي لم تشاهد تلك الأعمال سيصل إليها انطباع بأن هذه الأعمال القيمة كانت ساذجة، مما أثار غضب الفنان أحمد عبد العزيز، فيجب على الأجيال القادمة احترام الأجيال السابقة ونكمل المسيرة الفنية والتعلم مما سبق ليس الاستهزاء به. وبكده بتكون انتهت نشرتنا الفنية، وبتنتهي 2015 وبتيجي 2016 بسنة سعيدة وجميلة علينا كلنا. كانت معكم وجيدة عبد اللطيف من أخبار اليوم.